معين البستكي متخصص العاب خفه من الامارات. يده هو كان اول واحد فتح عيني على العاب الخفه. بدايه تاثرت بديفيد كوبرفيلد، ومن ثم اثر على نموذج تقديمي كريس انجل، وفي النهايه حاليا ديرن براون. ولكن حبيت اني ابني لي شخصيه مميزه بعيده عن كل اللي اثروا بحياتي عشان نكون قدوه للقادمين في هذا المجال. في كثير من اللي شاهدونا يوم نقدم عروضنا ان في الا ارتباط بجن او شيطان او شيء من الطاقه الخارجيه، ولكن ما في اعتماد على جن، كلها العاب خفه. احنا نعرف اساليبها، نعرف كيف ممكن نقدمها عشان ننجز المستحيل بالعاب الخفه وليس بارتباط باي طاقه خارجيه. بس الرقم الواحد للمئه، اي رقم مقدر تقول عندك مخك عبد الرحمن ترى الحين بتطيري شوي شوي فوق. والله ممكن تطولني شوي؟ طولت جميل بطولك. انت فكرت الرقم؟ ايه في مخك. انا كتبت رقم حطيته في الظرف هذا. ايه ومسكر عليه. لاول مره شو كان الرقم؟ لاول مره ايش؟ شو كان الرقم اللي كان في بالك؟ ايوه شو كان؟ ليه؟ لا اقول انا كتبت رقم حطيته في الظرف هذا. ايوه صح؟ أفهم. من غير ما انك تخبرني، كان في مخك بس. ايوه اللي كان الرقم يعني. إيه؟ 75 يعني ما في اي طريقه انا ممكن اعرف الرقم صح؟ إيه؟ انا كتبت رقم حطيته في الظرف هذا. إيه؟ انت اخترت 75، ما في اي طريقه انا ممكن اعرف. هل ممكن؟ ما في اي كروت ثانيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شلون؟ 75 انت مصدق تنا؟ في مجال العاب الخفه الاشياء اللي سويتها في الوطن العربي لو قارناها بكثير من الناس ومو مع النوادين من العاب الخفه كان ابرز واحسن. من الاشياء اللي كنت ابغى اسويها فكرة أني أخفي برج خليفة على اللي شفته كأوماج لديفيد كوبرفيلد، فهاي من الأشياء اللي الناس يعرفونها عن معين البستك اللي أخفى برج خليفة. من الأشياء اللي بديت فيها في مشواري أول ما دخلت الإعلام على عام 2010 كان إخفائي لعبد الله بالخير الفنان الإماراتي من بيته للاستوديو لايف بجمهور يالس دور مدار في الاستوديو عندنا. يوم سجلناها ظهرت في الاستوديو، أخفيته من الاستوديو، طلعته في البيت. بس خلني أول أتخلص الصندوق السحري. يلا بالدور يا جماعة. ها يا ريت لا انا ارفض اخويا. و اوكي وراح. هو الهدف ان اكون ساحر يمثل الشخصيه العربيه ولكن معروف عالميا.